بنطلع بولندا في مواجهة فرنسا، تتوقع مفاجأة لبولندا مثل ما التي حدثت مع تونس مثلا؟ ما نظنش، لان يعني فريق فرنسي قوي جدا، عنده لاعبين ممتازين. فريق بولندي راح تستصعب له المهمه، ما نقولش يعني راح ينهزم، ولكن تكون مباراه تكون صعيبه عليه جدا. فريق فرنسي عنده لاعبين ممتازين مهاريين، مستوى عالي جدا. والفريق البولندي ما نظنش يعني راح يقاوم مع الهجومات تاع الفريق الفرنسي، اللاعبين ممتازين سريعين جدا جدا، انضباط كبير في الفريق الفرنسي. نظن الهزيمة الأخيرة حتى يعني زعزعت الفريق شوية، زعزعت الفريق. ونقول يعني عدة مرات أني نتكلم عليها، يعني ما فيش منتخب فريق ثاني وفريق أول، لأن هذا منتخب ماهوش فريق، منتخب. لأن هاد اللاعبين يلعبوا في أندية، في الأندية يلعبوا أساسيين، ماهمش يلعبوا في الدكة. أنا أقول فريق فرنسي خسر مع الفريق التونسي يعني مفاجأة، نقول نقدر نقول مفاجأة، لأن هزم فريق فرنسي ماهوش فريق الف ولا الباء. لان في كرة القدم نتكلموا هكذا، يعني مباراة فرنسا تونس هدف مقابل صفر. هو في الشوط الأول ربما فرنسا لعبت بالفريق الثالث، لكن في الشوط ما الثاني هناك إقحام للاعبين الأساسيين يا والله يا فيصل. كابتن ما نجيش معك في هذه الصورة، لان هذا منتخب ماهوش فريق. مستحيل نجي معك في هذا السؤال، لان هذا الفريق، هذا المنتخب منتخب ماهوش فريق. ما بين لازم تفرقوا ما بين منتخب وفريق، لأن المنتخب عنده لاعبين يلعبوا أساسيين يا كابتن، يلعبوا أساسيين في عدة أندية بطولات أوروبية. على سبيل المثال في إيطاليا، في مانشستر، في إسبانيا. يعني احنا في الجزائر نتكلموا هذا الشيء.